بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بأجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان سيح صبرة لسباقات الهجن العربية الأصيلة وعبر جائزة اتحاد سباقات الهجن. برنامجنا أيها الحبل الكريم خصص في صباح هذا اليوم لسن الثنايا 5 كيلومترات، عدد الأشواط 8 أشواط تتوزع ما بين المحليات والمهجنات الأصايل الأبكار والقعادين. أول الأشواط المحليات تنطلق بحفظ من الله ورعاية، انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين. أسير على مقدمة الشوط مع المركز الأول مع أول انطلاقة هذا السن في هذا الموسم، بلقى على الصدارة والمركز الأول تتقدم اللي هي الثرية، يقدمها سهيل بن بطيب الهواش الخيلي مع المركز الأول يقدم الثرية، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة تتقدم أيها الحبل الكريم، وتأتي اللي هي نهابة يقدمها حارب بن سعيد بن علي الخيلي مع المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم وتأتي اللي هي أيضا الشايبة، ومبارك بن علي بن سيف الشامسي خدت المركز الثالث. المركز الرابع أيها الحبل الكريم تدخل في هذا الأوان، وزعفرانة هادب بن حارب بن مغيرة الخيلي خذت المركز الرابع. المركز الخامس حضور في هذا الصباح من السايحة، ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي يقدم السايحة مع المركز الخامس في هذا الأوان وفي هذا التحدي المثير. بعد المركز الخامس يكتمل لدانا، لقطتنا تستمر لهذه الشعارات الأخرى التي انضمت في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الصباحي مع أول أشواط المحليات الأصايل التي تثير في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع في هذا الموسم مع أول خطواتها التي تنطلق فيها وأبداعها في هذا الانطلاق. أتمنى انطلاق موفق وموسم مليء بالإنجازات والانتصارات لجميع الأخوة المشاركين في هذا الموسم. يا سلام يا سلام، هكذا الأسماء التي انضمت في هذا الشوط، ما يقارب حدود 24 ذلول محلية تنطلق في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الصباح المستمر مع أول موسمها. هذه الأسماء أسيرة على مقدمة الشوط، وهذا بالهواش على مقدمة الشوط مع المركز الأول ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط مع السرية مع المركز الأول. هذه هي السرية على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله وتبارك الرحمن. السرية على الصدارة على المركز الأول في هذا الانطلاق الأول. المحليات الأصايل السهيل بن بطيب الهواش الخيالي يقدم اللي هي السرية مع أول الأشواط مع أول الانطلاقات الصباحية في هذا الإبداع، بينما انتقل مع المركز الثاني الحضور في هذه الإثارة التقدم في هذا الأوان من خلال هذا التواجد، وتأتي اللي هي طرفها مع المركز الثالث راشد بن عبيد آل سالمين المنصوري يتقدم بوسيف حاضرا بهذا الشعار مع أول انطلاقاته مع أول إبداعاته في هذا الانطلاق أيضا لسن الثنايا المحليات الأساسية. هذه هي الطرفة مع المركز الثاني في هذا الانطلاق، بينما تابع المركز الثالث زعفرانة تتقدم مع المركز الثالث. هادي بن حارب بن مغير الخيالي يغير بقاراته وبانطلاقاته مع اللي هي زعفرانة، لكن اللي وصلت في هذا الأوان وتقدمت في هذه الله أسيل سعيد بن مسلم وطرشوب العامري ياتي بدوره مع أسيل، وكذلك تدخل في هذا الأوان من خلال تواجد طواري محمد بن يمعة بن علي
الرحمة الدرمكي يتقدم في هذه اللحظات، وكذلك أيضا تدخل في هذا اللوان الشاهينية يقدمها معضد بن سيب وحقب. الشامسياتي بدوره في هذه اللحظات حضر أبو حقب بهذا الشعار، قدم الشاهينية بهذا التقدم، بينما تابع أسيل مع المركز الرابع. هذه أسيل مع المركز الرابع يقدمها سعيد بن مسلم الطرشوم العامري، بينما نقلتنا ومتابعتنا من الطرف الآخر تقدم في هذا الأوان وتدخل في هذه الإثارة من خلال تواجد اللي هي الهوجة 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 الهوجة. سعيد بن غدير بن عبيد الأكتمي يقدم الهوجة مع المركز الرابع في هذه اللحظات. أتابع الشعارات الأخرى، أتابع هذه الأسماء، أتابع هذه الشعارات، أتابع هذه التواجد مع أول انطلاقات الثنايا. الله الله يا المحليات، يا سلامي عليهن، يا سلامي على أبداعهن في هذه الإثارة وبهذا التقدم المثير. لكن هناك بو حقب، بو حقب غير الأمور، بو حقب مع المركز الأول انطلق بهذا الانطلاق وبهذا التحدي المثير من خلال تواجد الشاهينية مع ضد بن سيب. بو حقب الشامسي يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المثيرة والخطيرة، بينما تابع المركز الثاني طرفة مع المركز الثاني ويقدمها راهب بن عبيد آل سالمين المنصوري مع المركز الثاني. هذه الطرفة تتقدم في هذه اللحظات بهذه التحديات المثيرة والخطيرة. الله 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 على هذا التحدي، الله على هذا الإبداع المستمر مشاهد الكرام والتحديات والإثارة. يا سلامي على هذا الانطلاق. تابع المركز الثالث والهوجة مع المركز الثالث، سعيد بن غدية بن عبيد الأكتمي يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المثيرة. يا سلام يا سلام على هذا الإبداع، التحدي الانطلاق الإبداع والإثارة في هذه اللحظات وبهذه الانطلاقات المثيرة. وصلنا 1200 1200 في هذا الأوان وفي هذا الإبداع المستمر. طرفها من الطرف الآخر، طرفها من الطرف الآخر أيضا تتقدم في هذه اللحظات راشد بن عبيد آل سالمين المنصوري، المنصوري مع النصر والانتصار والهوجة. هاجت هاجت الهوجة مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه التحديات المثيرة. يقدم الهوجة في هذا الانطلاق سعيد بن غدير بن عبيد الأكتمي، بدأت تغير في هذه اللحظات الشاهينية. معضد بن سعيد بو حقب الشامسي ياتي بدوره، ومعضد بن سيف بو حقب الشامسي يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع اتابع المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذه التحديات المثيرة. تاتي حربه 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 سالم بن عبد الله بن كردوس العامري مع المركز الرابع. المركز الخامس شوف الوصول، شوف التقدم من خلال تواجد زعفرانه علي بن عوض بن غميسه الشامسي. وصل بن غميسه مع المركز الخامس في هذه اللحظات مع اول ندى مع زعفرانه. زعفرانه اتابع بعد المركز الخامس، اتابع هذه الاسماء، اتابع هذه الشعارات. بدينا مع نص الكيلو المتر الاخير، الهوجه 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 هاجت هاجت وزعفرانه قادمه بالقميصه مع المركز الثاني. يا سلامي على هذا التحدي، بو حقب مع المركز الثالث والهوجه الهوجه الهوجه راحت مع المركز الاول. يا سلام سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات. المكتشف 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 الأصايل، مكتشف الأصايل وكذلك متابعها في هذا الانطلاق. هذه الهوجة 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 مع المركز الأول، بالغميسة مع المركز الثاني، بو حقب يتقدم مع المركز الثالث، ولكن أتابع هناك شعارات قادمة. اللحظات الأخيرة التحديات المثيرة، الهوجة 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 سعيد بن غدي بن عبيد الأكتمي، ولكن زعفرانة 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 ولا الهوجة 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 هاجت 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 هاجت. تهانينا وناموس نبعثها مشاهد الكرام لي أيضا سعيد بن غدي بن عبيد الأكتمي المركز الثاني، عند بالغميسة المركز الثالث، عند أبو حقاب المركز الرابع. المركز الرابع تابع اللي هي طرفة وراهي بن عبيد آل سالمين المنصوري، والمركز الخامس وصول من خلال تواجد ألا وهي أيضا عند سيف بن مبارك بالهواش الأخيلي اللي هي أيضا نشبة يبدو أنها انضمت مع المركز الخامس. هذه هي أيضا ندانا مشاهد الكرام وتوقيتنا الزمني في هذه اللحظات أيضا بثمان دقائق وأيضا 35. تهانينا وناموس نبعث مشاهد الكرام لمالك أيضا الهوجة سعيد بن غدير بن عبيد الأكتمي.